عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله تعالى نقدم لكم عرض مميز في منطقة أكشابات. طبعاً العرض اللي راح نقدمه لكم اليوم عبارة عن شقة 4 غرف/صالة داخل مجمع سكني. المجمع يحتوي على 5 عماير، كل عمارة طبعاً تتكون تقريباً من 7 أدوار، كل دور فيها شقتين، شقة 3 غرف/صالة وشقة 4 غرف/صالة. فاليوم راح نصور لكم شقة 4 غرف/صالة بإذن الله تعالى، واجهة أمامية كاملة على البحر، تشطيب راقي ومميز. الخدمات اللي موجودة في المجمع عندنا مسبح مكشوف، عندنا بوفيه، بالإضافة إلى جلسات عائلية، مواقف سيارات مغلقة ومكشوفة، بالإضافة إلى حراسة أمنية وكاميرات مراقبة. طبعا عمر البناء أو عمر المجمع ككل 3 سنين. الشقة اللي راح نصورها لكم زيرو، ما انسكنت قبل كذا، خلوكم ويانا نشوفها بالتفصيل. وصلنا الآن للطابق الرابع. طبعا مثل ما ذكرت لكم انه كل دور فيها شقتين، والشقق متباعدة عن بعض، المساحة كبيرة بحيث انها ما تزعج بعض. منها نتوجه داخل الشقة نشوفها. طبعا الشقة 4 غرف/صالة عبارة عن 190 متر مربع، مساحة شرحة وكافية، واطلالة امامية جميلة على البحر. اول ما ندخل عندنا الموزع، عندنا الانترفون، نظام الكاميرا، التدفئة ايضا موجودة، الارضيات في المداخل، والمطبخ عبارة عن سيراميك، وعندنا هنا دورة المياه الأولى تقدروا تشوفوها، النظام الأرضي. طبعا على حسب الرغبة يمكن تحويلها للنظام اللي هو الأفرنجي. مساحة جيدة داخل دورة المياه، المساحة فيها كبيرة. وهنا ما ننسى انه عندنا المنطقة هذه اللي ممكن نعمل فيها دواليب ونقدر نحط فيها الغسالة، لانه تمديداتها موجودة في المنطقة هذه. طبعا لون الدهان فيها مميز، يسموها لون السحاب، فبالتالي متناسقة جدا مع لون الأرضية ومتناسقة مع لون جوانب الأبواب. تفضلوا معنا نروح للمطبخ. طبعا مثل ما ذكرت لكم الشقة في الطابق الرابع 4 غرف/صالة. لو تلاحظوا معي نظام المطابخ فيها أيضا جميلة جدا، فيها نظام المكابح، فبالتالي الدواليب جميعها راكبة جاهزة. هنا عندنا مكان الثلاجة، بالإضافة إلى إطلالة كاملة أمامية على البحر. طبعا الميزة ان الاطلالة هذه ثابتة ودائمة، لا يمكن احد يغطي عليها. ومنها عندنا مخرج للبلكونة المشتركة، اللي مشتركة بين المطبخ اللي احنا فيه وبين الصالة اللي نشوفها وياكم. نظام التدفئة ايضا موجودة، تمديدات التلفزيون تقدر تركب فيها تلفزيون ايضا، الخيار هذا متاح. طبعا هنا عندنا الممر الموزع الهول، الارضيات فيها سيراميك مثل ما ذكرت لكم، عندنا سبوت لايت بشكل مرتب وجميل. اتفضلوا معنا. هنا عندنا الصالة، طبعا اقدر اوريكم المساحة الكبيرة اللي انا موجود فيها، اتوقع ما يقارب تقريبا 7 × 6.5 تقريبا، فتعتبر مساحة كبيرة ومناسبة جدا. اجهزة التدفئة موجودة فيها، بالاضافة انه عندنا الشباك الامامي الجام، ما شاء الله تبارك الله وسيع، وبذلك معطي اضاءة داخل الشقة، فالمساحة صايرة شرحة جدا. نقدر نطلع معاكم، تفضلوا معنا. الابواب سحب بحيث انها ما تاخذ مساحة. نطلع للتراس الامامي اللي مساحتها ايضا ما شاء الله تبارك الله كبيرة جدا، تقدروا تستغلوها كسفرة طعام، او تقدروا تحطوا فيها مثلا جلسة خارجية جميلة لإطلالة اللي ترد الروح. تابعوها معاي ما شاء الله تبارك الله، إطلالة جميلة على البحر، إطلالة جميلة أيضا على الطبيعة والخضار، إطلالة كاملة. طبعا لا يمكن إنه أحد راح يغطي عليكم هذه الإطلالة. أيضا عاملين نصف الدرابزين، عاملينها على شكل قزاز بحيث إنه الواجهة الأمامية تكون واضحة لما تكونوا جالسين في المنطقة هذه. المساحة كبيرة، أتوقع أنها ما يقارب تقريبا 5 × 2 أو 2.5 تقريبا، فتعتبر مساحة جيدة جدا. اتفضلوا معنا نشوف باقي الغرف في الشقة. طبعا جينا هنا للممر الموزع، على يساري هنا دورة المياه الرئيسية، ما شاء الله تبارك الله مساحتها جيدة وكافية، فيها المغسلة، الكلوزيت، بالإضافة إلى المروش موجود. وهنا على يميني الغرفة الأولى، طبعا
طبعا الغرف والصالة الأرضيات فيها نظامها باركيه، حيث أنها وقت الشتاء تحافظ على تدفئة الشقة. طبعا هذه بلكونة. الميزة أيضا أنه عندنا 3 بلكونات. هذه البلكونة الثانية طبعا أيضا لها إطلالة جانبية تقدروا تشوفوها على البحر، إطلالة جميلة جدا صراحة. وهنا عندنا نقدر نحط فيها جهاز التدفئة أو جهاز تسخين الماء. اتفضلوا معنا نتوجه للغرفة الثانية. طبعا هذه الغرفة الثانية تشوفوها معاي مساحتها أيضا جيدة، مساحة متواضعة نقدر نحط فيها سريرين بالإضافة إلى دولاب. ومنها نتوجه للغرفة رقم 3. طبعا الغرفة رقم 3 المساحة فيها متواضعة، تعتبر صغيرة نوعا ما، جهاز التدفئة موجود فيها، وأيضا لها بلكونة خلفية يعني مساحتها تقريبا 1.5 متر في متر، صغيرة تقدروا تستخدموها كمستودع ممكن في الغرفة رقم 3. منها نتوجه للغرفة الرئيسية. هذه الغرفة الرئيسية ما ننسى أنه عندنا فيها ديكورات السقف، حاطين فيها إضاءات الليد أيضا بالإضافة إلى شباكين حيث تعطي شراحة للمنطقة. جهاز التدفئة، هنا عندنا دورة مياه رئيسية تابعة لغرفة النوم الرئيسية الماستر روم، فيها المروش الكلوزيت بالإضافة إلى المغسلة. وأيضا عندنا هنا غرفة اللي هي الدريسنج روم، أيضا مساحتها جميلة جدا، ممكن تعملوا لها تفصيل تفصلوا فيها دواليب، تكون المساحة مناسبة جدا. والله يعطيكم ألف عافية. في نهاية الفيديو نحب نشكركم على حسن المتابعة، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، وأيضا الأسعار والتفاصيل موجودة أسفل الفيديو في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.